اهلا بكم مع مهند من حمودة للسيارات 050-516-3525. اليوم في واحد من اصدقائنا المتابعين قال لنا اعملوا لنا تقرير وتصوير عن التريل بوس الكابينه الواحده، هي اللي ورايا دي، يلا بينا نشوفها من الداخل. السيلفرادو التريل بوس الكابينه الواحده زي ما احنا عارفين هي بينزل عليها شبك اسود كامل مع الدعميات السود والهوكات الحمر، وعليها الشعار الاسود لشيفروليه، لتد ال اي دي كامل طبعا، حساسات اماميه وخلفيه، كشافات ضبابيه، هوكات حمر. خلينا نشوف زي 71 طبعا عليها، رنجات سود طبعا قياس 18، وتواير نص حجريه. الجنبينات تبعها زد 71، يعني زي ما احنا عارفين هتودينا الرمل بكل سهوله. المرايات الجانبيه عليها الاضاءه ال LED للبر، وعليها من الداخل نقاط العمياء اللي على المرايات. منقبض الابواب من اللون الاسود، وعليها الدخول الذكي طبعا على الابواب او كيلس انتري. نشوف استهلاك البترول، اللتر الواحد يمشي 8.6 من الكيلومترات. تانك البترول سعة 98 لتر، سيارة 5.3 V8، 355 حصان، مع التحكم في صرفية البترول بحيث ان السيارة بتفصل 4 سلندر وتمشي على 4 سلندر حسب الـ RPM. احنا عارفين اسمها تريل بوس. نشوف الباب الخلفي الجديد، بيقولوا عليه الدرج، مقسوم قطعتين. ده شكل الصندوق من الخلف، لتات ال اي دي، الزوايا عليها طبعا مطلع لصندوق السيارة. نشوفها من الداخل. الداشبورد طبعا في عندنا هنا السدة للتابلو مقسومة قطعتين، شاشة بالابل كار بلاي والاندرويد اوتو والبلوتوث والواي فاي، وعندنا طبعا السدة فيها شحن لسلك للتليفون، الجير خلف السكان والستيرنج، العداد الديجيتال، شعار شيفروليه باللون الاسود. طبعا السيارة دي عشان هي تريل بوس مرفوعة 2 انش، السد عندنا هنا بتكون ثابتة زي ما انتوا شايفين، السيارة مرفوعة 2 انش عشان تودينا الاماكن اللي فيها وعورة ورمل عالي بدون ما يخبط في جسم السيارة من تحت. انتظار اتصالاتكم 050-516-3525 من بين حمودة للسيارات، معاكم مهند، اهلا بكم.